الاخوه والله مباركي ما كتشهدوا معنا. حنا اليوم كنتواجدوا مع رفقات الاخوه على سوق التور مدينه الاردن كما العاده 11 مارس اللهم بارك. وبالمناسبه كنباركوا لكم رمضان كريم جميع المتابعين ديال القناه بصفه عامه. وكما العاده حنا اليوم راه نتواجدوا كما كيفوا في السوق نقدموا لكم واحد الجوله هنا من جهه الاخوه نشوفوا السلع اللي كاينه اليوم والطفرات اللي في السوق. واللي شاف الفيديو ما ينساش يدعموا الاشتراك. قبل ما نختم الفيديو راه نذكر الاخوان ديالنا راه كاينه عاوتاني مسابقه الجيف اوي الاسبوع المقبل بشراكه مع قناه عبد الله الزهري عاشق الطيور والحيوانات اخونا بدر. غنخلي لكم اللين ديال القناه ديالو اسم القناه هنا كما كتشوفوا هذه الصوره. المهم راه كاين الجيف اوي السيمانه الجايه والشروط راه كما تسمعوا دابا الاخ عبد الله والاخ بدر هما اللي غادي يقول لكم الشروط ديالهم. وتحياتي لجميع الاخوان. وما تنساوش مره اخرى اللي شاف الفيديو خلي لنا كومونتير ولايك على الاخوان راه ما كتخلوش لنا هذوك الكومونتيرات. قد لي كومنتر قد لي لايك ودعموا القناة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. بكم في جيفاوي جديد على قناة عاشق الطيور والحيوانات بشراكة مع قناة علوي مصطفى فلوق وقناة إيرباك بدر العلالي بي اش ام 94. المهم بالنسبة للجيف اوي غادي ندويو على الجوائز اللي غيكونو ان شاء الله وكيما ولدتونا ان شاء الله ما غاديش يكون هي فائز واحد. بالنسبة للشروط ان شاء الله غادي نذكروهم ونخليكم تتمة مع الاخ مصطفى علوي فلوق. وبالنسبة للشروط يعني من ناحية الشروط كيفاش غادي يكونوا اختيار الفائزين غادي ندويو عليه من بعد. المهم هذا كإعلام بلي راه كاين واحد الجيف اوي ان شاء الله. المهم كلو في الموعد حنا راه غادي نتواصلو معاكم القناة راه كتبقاو حتى تواصلو بينا وبينكم. كذلك الحساب على الفيسبوك راه عندكم بحال ديالي بحال ديال الاخ بدر الهلالي مرابطي والاخ علوي مصطفى فلوق. المهم على اتصال ان شاء الله وبالتوفيق للجميع. تحياتي لكم متغيبكم. السلام عليكم الاخوان ديال الوالدات. المهم كاين ان شاء الله واحد الجيف اوي كونوا في الانتظار عند خي علوي. كونوا في الانتظار ما تزبطوش اللي في خطر عبدو. انا اللهم بارك الاخوان بالنسبه للشق الكالوكسيد كما كتشوفوا هنا في البيسه ديال بورتور 40 هنا فاس بلون. الله يبارك لكم جوج السلعه خونا سعيد. بالنسبه للسلعه قيس عيش شحال تقول لنا؟ 120 درهم كيما كتشوفوا الطفرات ديال بورتور 40 فاس بلون اللهم بارك. وبالنسبه لهنا هاد البياسات ديال هوبو هادوك 60 درهم من البياسه اخويا الصفر 60 درهم من البياسه كيما شفتو كيما 4 دنتاوي واحد خير اللهم بارك كيما شفتو. وبالنسبه لهادو اللي هنا نورمال 35 درهم من واحد هادو 35 درهم اللهم بارك. هادو فيهم الدم ديال تكساس هادو ماشي بياسات الله يسر الامور. هادو فين الثمن؟ هادو 35 درهم 35 درهم كيما شفتو السعر اللي كاين. وبالنسبة لنا عشاق الدريساج كما كتشوف ماشي بديسات ديال فاس روز اللهم بارك ديالهم. هادو بالنسبة لهادو الثمن 150 درهم من لبدا 150 درهم بالنسبة لنا بديسة الله يبارك. وندوزو هنا نسعي بالنسبة لنا الحبوب كما شفتو نشوفو الأثمنة اللي كاينة عاوتاني هنا. وبالنسبة للزوانة السي سعيد شحال باقي دايم عندكم هنا؟ 18 درهم بالنسبة للطويل ومكركب ومكركب 12 درهم الكيلو كما سمعتوا الإخوان. بالنسبة لنا الميلونج ديال الكنار كنار وميلونج 12 درهم ديال البيريجا فانشي شحال؟ 11 درهم اللهم بارك. وبالنسبة لنا كما شفتوا الإخوان بالنسبة اللي بغى الكريم الرملة شحال هذه؟ 6 درهم ديال الواد هذه ياك؟ ديال البحر هذه اللهم بارك من الرملة النقية هذه ديال البحر. وبالنسبة كما شفتوا وبالنسبة لنا الساشيات هذو ديال 22 درهم 22 درهم أما قاعدة. وبالنسبة للإكسسوار أنتم كما شفتوا بالنسبة للشرابات راه كلشي كاين هنا اللهم بارك. وبالنسبة للسي بي شحال باقي دايرة؟ 6 درهم من الخنيشة اللهم بارك كما شفتوا. وبالنسبة للإخوان اللي كيسولوا على الخيوط ديال القنار أنتم اللي باغي يجمع العشاش ديال القنار بالنسبة للخيوط ممكن موجود شحال دايرة الخنيشة؟ 6 درهم 5 درهم اللهم بارك. بالنسبة للسيبورات الكنار السيبورات 18 درهم 18 درهم اللهم بارك كما شفتوا الاخوان. وكما قلت لكم الشرابة بالنسبة للأثمنة راه باينة في السوق هنا أي واحد يجي أي تصاوب معاه.
بالنسبه للكاج هادو بونوكازيون هذاك بونوكازيون شحال دايرين هادو هذاك 40 درهم 40 درهم بالنسبه هذا 50 هذا 50 درهم كيما شتي الحجم ديالو وبالنسبه لهاد الاخر هاد لوكال الجديد هذا جديد اللهم بارك شحال هذا 90 درهم 90 درهم ديال هاد لوكالات وبالنسبه للسيباراسيون بالنسبة لهذا هذا 110 درهم الاخر 110 درهم هذاك بونوكازيون اللهم بارك فيما شتي الساعة وبالنسبة للأثمنة اللي كاينة اليوم في السوق بالنسبة للكاج الصغار تا هما راه كاينين هنا هذا 35 درهم 35 درهم بالنسبة للصغير كاين هذا 30 درهم 30 درهم بالسرير هانتوما كيما شتي هذا بالسرير الاخر ما فيهش السرير وبالنسبة للترومبو بلا قفز الترومبو بلا قفز هذه 30 درهم 30 درهم بالنسبه لي فيها لقاج 60 درهم 60 درهم الله يبارك فيما سبتو لي اخوان الاثمنة اللي عند السي سعيد هنا الله يسر لي الامور المهم خلينا التليفون ديال السي سعيد نشوف لي باش غادي يتواصل معاك 6 10 11 19 31 91 الله يسر لكم الله يحفظك على الاخوان كما كتشوفوا معنا هنا الصوره الكوبلة ديال انسيبارابل اللهم بارك سي رامي بالنسبه لهاد الكوبلة هادي كلاسيك هادي العادي ديجا خدامة هاد الكوبلة شحال الثمن 150 350 اللهم بارك لنا سيدي الاخوان 350 وبالنسبة لهادو هاد لوتينو هادو ديجا خدامة الكوبلة هادي شحال كتقول شحال شحال شريت 150 اللهم بارك وبالنسبة لهادو هنا حتى هما بحال حاجة 150 ديجا خدامين هادو كوبلات الله يبارك بالنسبة لنا شي حاجة هنا التليفون 06 64 913 917 وعيش هدروي وبالنسبة للإخوان العشاق المقنين اللهم بارك كما كنشوفو معنا هنا كيس التيوات هادو غادي نتاوي ياك درزة تاوي شحال واصلين هادو 90 درهم اللهم بارك فيما شفتنا كاين شي ذكوره بعدا هنا لا ماكاينش والو بالنسبه للذكوره هما الاخوه كما كتشاهدوا هنا الصوره اللهم بارك بالنسبه لهادو شحال واصلين 4600 كما شفتوا 230 درهم البياسه هادو البياسه هادو مقفزين هنا عندو ديجا مزونين الله يسر الامور اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع الخاص بالنسبه للتليفون غير بزاف غير بزاف تليفون 07 12 57 56 63 66 الله يسر الامور اللهم بارك عليه خويا كيما تشوفوا معنا هنا كوب ديال الفاس رز بالنسبه لعشاق الرز كيما معنا هنا كوبلا بالنسبه لهاد الكوبلا عرفت شحال واصله؟ 300 درهم الثمن اللي كاين وبالنسبه لهاد ديال الفيشر 300 درهم حتى هما يا اخوان وبالنسبه للبوز هنا شحال داير هادو 40 درهم 50 درهم وبالنسبه للهوكو 90 درهم كما شفتوا الاخوان اللوينات اللي كاينين بالنسبه للاثمنة 90 درهم كيقولوا هنا الله يسر الامور وبالنسبه هنا هاد البياسه ديال الكناري هادو هادو نتاوي هادو ياك واجدين هادو بالنسبه للثمن 130 درهم وبالنسبه لهاد الكور هادو هنا 170 درهم كما سمعتوا الاخوان هادو مطربش اللهم بارك لا مرا داوي بارك الله فيك وبالنسبه لهاد القفيز هذا هنا 130 درهم الاخوان كما شفتوا الخدمه ديالو العود ديال الشوك هذا ياك ديال الشوك وبالنسبه لهاد الصغير هذا 30 درهم ياك السرير ديالو الاخوان كما شفتوا الله يسر الامور كما شفتوا الخدمه ديال السي حسن البوشي هذه الله يسر وبالنسبه لهذا هذا 30 درهم اللي فيه السرير 35 عندهم الاخوان بالنسبه لهذاك القاج الفوراني في السعد هذا راه بلا سرير 30 السرير 35 الله يسر الامور بالنسبه للتليفون ياك السي حسن 06 77 61 23 21 الله يسر لك الامور انا الاخوان اللهم بارك كما العاده حنا اللي كنتوجهوا اليوم سوق تير مدينه اكادير فات يونس المتتبع الوفي ديالنا والفائز معنا في المسابقه ديال الجيف واي انتم كما كتشوفوا راه كيتواجد مع ريكو معنا التواقي مكليكم من عائله العلاوي ريكو عيشه درويشه كسيون قولها للمحبين ديالك عيشه درويشه
ايش هذا الدرويش ولي التذكير مره اخرى الاخوان كما قلت لكم الاسبوع المقبل ان شاء الله راه كاين جيف اوي عاوتاني مره اخرى مع الاخ عبد الله واحد حدا اشراف خونا بدر اللهم بارك والقناه بي اش ام تا هو راه سميتو راه غادي يدير مع واحد المسابقه وغادي نقدم لكم الجوائز اللي غادي يحط في الجيف اوي ديالو وتحياتي لجميع الاخوان والسلام عليكم واليوم سلامة. وانا اللهم بارك بالنسبه لعشاق الدريساج لما كتشاهدوا معنا الاخوان كيسان في المستوى بالنسبه لنا عشاق الكالوكسي بالنسبه لنا خويا هشام اللي راسي عندك هنا كيربينا اللهم بارك الحمراء اللهم بارك وعلى الفاس بلا هنا اللهم بارك سبقنا التليفون ديالنا هشام 06 68 76 52 50 80 الله يستر لك الامور تحيه كبيره من طنجه للكويره وليدات الخميسه تعميره وكاع المواليع الله يكبر بك خويا هشام تحياتي لك اللهم بارك وبنصر عشاق الفيشر مع الاخوان كما كتشوفوا البيسه اللي كاينه خونا اسماعيل الله يبارك كما كتشوفوا هنا بالنسبه لهذا الفيشر شحال دايرين اسماعيل لي بورتو راه ديال 125 درهم الجمله كما شفتوا اللهم بارك الاثمنه كاملين وبالنسبه لنا اللي كالوكسي شحال دايرين اخويا الفاس بلو 200 درهم وبالنسبه للوتينو 150 درهم اللهم بالنسبه لك بيرلي الاخرين عادي 80 درهم كما سمعت يا خويا اللي خصو شي حاجه البينون تيو ياك 200 درهم اللهم بارك بالنسبه للساعه اللي كاينه يا خويا سمعي كما كتشاهدوا اللهم بارك بالنسبه للتليفون اسي شنو هي 06 70 12 09 68 الله يسر لك الامور كما العادة كنتواجدو هنا عند خونا عبد اللطيف بالنسبة للأسماك الزينة هنا الناس اللي كتعشق أحوال الأسماك بالنسبة كما كتشوفو الحوت اللي عندو هنا اللهم بارك بالنسبة لهادي شحال كتقول بالنسبة للسقيط هادوك 10 درهم الجملة 6 درهم سقيطة 10 درهم بالنسبة لاش من الراس هادو ها المولي اللهم بارك وبالنسبة لهادو اللي هنا هادو ليك سيفو هادو ياك هو بحال بحال نفس الثمن 10 درهم التسقيط و 6 درهم الجملة اللهم بارك وبالنسبة للبواسون روج شحال 13 درهم تسقيط 8 درهم اللهم بارك كما شفت الاخوان اللي خصها شي حاجه راه يتواصلوا معها بالنسبه للتليفون ديالك عبد الله 46 96 89 30 الله يسر لك الامور مرة أخرى الإخوان بالنسبة لعشاق اللطيف اللهم بارك كيسة كالوكسي كيسة المستوى بالنسبة لهادو أيوس شحال كتقول 150 جوج كوبلات هنا ياك اللهم بارك وبالنسبة لهادو هنا حباش النورمال ها 90 80 درهم كيقول هنا الإخوان كيما شفتوا اللهم بارك بالنسبة للأثمنة اللي كاينة بكالوكسي اليوم هنا في سوق مدينة أكادير 10 مارس اللهم بارك بالنسبة للتليفون ديالك أيوس 06 58 02 05 55 الله يسر لك الامور بالنسبه لعشاق الكلوستر اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا هنا الاخوان البياسات الله يسر الامور كونسون بالنسبه لهاد البياسات كما كيقولوا لنا الاخوان بالك كلشي نتيوات هادو ياك نتاوي هادو كل نتاوي واجدين عندو ما كاين ما شتا الاخوان فينا هو انا باش يشوفوا الاخوان عندو ما البياسات راه واجدين كلشي كما شتو هنا راه مبيضين الله يسر بالنسبه للتما شحال كتقول هنا ها 220 درهم البياسه هنا الاخوان خصو شي حاجه راه يتواصل مع بالنسبه كما شفتو وبالنسبه لهاد الهوكو هادي كوبريك شحال 120 اللهم بلاكا بلاكا اللي بغا بلاكا شحال بلاكا ها اش تيخص تعرف المهم حنا الطيور ب 120 درهم الاخوان المهم اللي بغا بلاكا جالو تيتصلو بيا ويتفاهم معاه بالنسبه لهاد البياسات هادو هنا ديال الهوكو 60 درهم الاخوان كيما كتشوف هنا اللهم بارك وبالنسبه لهاديك ديال الرينبو كلشي بحال بحال الثمن
بحال بحال كيما سمعت انا الاخوان اللي خصك تعاد راه يتواصل مع الاخوان هنا بالنسبه للتليفون خلينا التليفون ديالك 06 01 79 81 84. الله يسر لك بالنسبه نكملوا مع الاخ هنا كما شفتوا هنا بالنسبه للوليدات هنا كوبلا راه مفرخه بالوليدات ديالها الاخوان اللهم بارك. بالنسبه للبكير قلت لا سوينغ هذا ياك هو بويا هو لا سوينغ. وبالنسبه لنتوا لوتينو اللهم بارك كما كتشوفوا. وبالنسبه للثمن ديالها شحال كتقول؟ 250 درهم هي والوليدات ياك بالوليدات ديالها. المهم اللي بغى راه يتواصل مع الخاص كما شفتوا راه خلينا لنا الرقم ديالو والله يسر للجميع. اللهم بارك. وبالنسبه للعشاق في المولينا كما كتشوفوا معنا هنا كيس اللهم بارك. بالنسبه لداشم والله راس اناناس ولا اناناس اناناس خير هذا ياك اللهم بلادين ديالو المسائل اللهم شحال كتقول الثمن؟ 1000 درهم الله يسر الامور. بالنسبه اللي بغى يتواصل معنا حنا التليفون 06 06 11 11 77 78 78 17 الله يسر الامور الله يسخلي. وبالنسبة للعشاق المقنين اللهم بارك فيما كتشاهدوا معنا. بالنسبة لهذا قريع يا سيدي قريع محمر في الوقت شحال البارب هذا؟ يلاه هذا ولد عام ياك ولد عام ولد عام. بالنسبة للثمن 600 درهم اللهم بارك. وبالنسبة لهذا 11 ياك شحال عنده؟ كتكون عندو شي 17 تبارك الله اللهم بارك. بالنسبة للثمن تا هو شحال وصل؟ 300 درهم. وبالنسبة لهذا؟ قريع هذا قريع تا هو ياك اللهم بارك. وشحال وصل عندو؟ 300 درهم كما شفت الاخوان الاثمنة اللي كاينة في المحكمة الله يسر الامور. بالنسبة اللي خصو شي حاجة يتواصل مع السياسي حنا التليفون ياسين 06 06 55 55 51 81 87 70 الله يسر لك الامور الله يحفظك. وندوزو عند عشاق الطلب سيف اللهم بارك كما كتشوفو هاد البياسة اللهم بارك. بالنسبة لهادو كوبلا ديالك البياسة ديال الباي ديالك وخرا بورتو راربينو بالنسبة للثمن شحال؟ 500 درهم بالقفز بالقفز ديالهم كلشي ديالهم كيما شفتو نص مسرح اللهم بارك كيما شفتو. بالنسبة لهاد اللوتينو هادوك اللوتينو نتاوي ياه شحال واصلين؟ الثمن 150 درهم كلشي بحال بحال ياك بحال بحال كيما سمعتو الثمن كيقول 150 درهم هنا اللهم بارك. وبالنسبة للكوبلا هادي فاس بلون هادي مبيضة ياك 500 درهم كيما سمعتو الكوبلا القفز ديالها راه نشوفو البيض ديالها تما يلاه حتى البيضات صباح البيضات اليوم الله يسر الامور. بالنسبه للكوكلا هي ما خصوش حاجه راه يتواصل مع الخاص التليفون ديالك ويلي بغا يتواصل مع كما سمعت الاخوان التليفون ما حفظهاش المهم اللي بغا يتواصل مع يلاه ليك السوق انا على مباشر. بالنسبه للهدف اللي بغا يتواصل مع الاخ هنا 06 32 99 99 01 81 الله يسر له الامور. بالنسبه للنمره ديالته هي الاخوان اللي بغا يتواصل مع الخاص انا الاخوان اللهم بارك. بالنسبه كما كالعاده انا خونا مول العام انا ركبت معنا عاوتاني مره اخرى المره الثالثه انا في سوق تور مدينه اكادير اللهم بارك كما شفتوا. المهم راه كنتواجدوا مع الخاص هنا شي كلمه اخ علمتنا مرحبا بك هنا في سوق تور مدينه الله يحفظك يا خويا الله يحفظك. مرحبا بالنسبه للعام هذاك مرحبا بك هنا في سوق تور مدينه اكادير ابشر بتخاف والو ما تخلع ما والو انا الاخوة اللهم بارك. بالنسبة للعشاق في القنوات كما كتشاهدوا معنا هنا بياسة ديال بلوصر اللهم بارك. بالنسبة لهاد الشلعة هنا فين عم جيد ديال بلوصر تاوي دوك البلوصر ياك بالنسبة للتاوي. وبالنسبة للقصفري كلشي نتاوي اللي تزعل عندك هنا بالنسبة للناس نتاوي بياسة هنا راه كلشي واجدين اللهم بارك. بالنسبة للثمن 120 والغلوستر 150 درهم كما سمعت الاخوان اللي خصو الشهاده راه يتواصلوا معنا بالنسبه للتيوات راه واجد اللهم بارك. التليفون ديالك عم جي 06 06 75 05 11 05 الله يسر لك الامور. بالنسبة هنا الاخوة كما كتشوفوا السي عند خونا عبد الله اللهم بارك. بالنسبة لهاد الكوبلا ديال الكالوكسي كما كتشاهدوا هنا خلاص اللهم بارك. بالنسبة لهادي شحال الثمن؟ 250 درهم الاخوان. وبالنسبة لهاد البياسة ديال الكناري تا هما 2000 اللهم بارك. لا راسل كاين كاين البرونز والفايو ياك
البرونز والخاص بي والخاص بي والفاي. اللهم بالنسبة للأثمنة اللي عندك هنا شحال؟ 350 درهم الكوبلير. الكوبلير إخوان الناس اللي بالثمن اللهم بارك. وبالنسبة لهذا الكوبلير عادي هادي؟ هذه هذيك انت وهذيك ياك الله يحفظك. الثمن ديالك تكير شاب لا انت وهذيك اللهم بارك. الثمن ديالها شحال؟ 100 درهم اللهم بارك. وبالنسبه لهاد الشريط اللي عندك هنا 250 شحال ضربه في لاطاج؟ عندي شهرين في لاطاج. كيفاش كان ياك اللهم بارك السالك هنا. وبالنسبه لهذه هنا انت وهذيك ياك؟ انت وهذيك شحال؟ ديما شحال؟ هذا العمل اللهم بارك. شحال الثمن؟ 150. وبالنسبة لهذاك اللي حداك المخير هذاك؟ 250. بالنسبة للعشاق اللوبي ما تشوفوا هنا معنا طائر طرنجة اللهم بارك طرنجة. شحال الثمن ديال هذا؟ 50 درهم. هذا قديم يا مزون هنا في لاطاج اللهم. وبالنسبة للعصفور؟ العصفور طاو 50 درهم. وبالنسبة لهذا اللوبي هذا هو 50 اللهم. وبالنسبة للحداد؟ 80 درهم. يا خويا كيما شفتوا هذا راه مقزين خويرات مولفين لاطاج الله يسلمهم. كيف شفتوا شحال راه يتواصل مع السعر؟ بالنسبة للتليفون الله 06 67 27 12 830 الله يستر لك. اللهم واش الاخوان اللهم بارك لنا كتشاهدوا معنا في الصورة هنا اللهم بارك. كنتواجه مع اخونا عبد الرحمن بلوغ المعروف هنا في القناة ديالو في التواصل الاجتماعي اليوتيوب انستغرام والفيسبوك. راه كان مؤخرا كيدير ديك فيديوهات كوميك ديال ولكن ناقص على دوك الفيديوهات ناقص عليهم ان شاء الله. هذاك المحتوى رقي ماشي شي حاجه تبارك الله والحمد لله. راه كان يتواجد معنا اليوم على مدينه اكادير كان خصو بينا وصفتو مدينه اكادير. شي كلمه للمتبعين ديالكم مصطفى ابوني لايك كومونتير الله ولي في مصطفى الله يلا الله عمر هذا راه اللي جالس يديس وحق الرب بدا يوقف معاه الله يخليك. مصطفى مرحبا حنا هذاك في الخدمه للجميع وحياتي وعيشه درويش تحياتي.